اهلا بيكم، وعدنا لكم تاني بعد فاصل صغير. ومعانا كوتش الغلابه كابتن علي الهلاوي. طبعا كوتش الغلابه الناس كلها قاعده عايزه تعرف يعني ايه كوتش الغلابه. ازيك يا كابتن علي، اخبارك ايه؟ الله يسلمك يا ازيك يا فندم، كوتش الغلابه؟ اهلا بحضرتك. والله كوتش الغلابه دي جت يعني من ايه؟ من الحياه اللي احنا عايشينها. تمام، لازم كل واحد في الدنيا دي يبدا بضميره. لو بدانا بضميرنا هنبقى احسن شعب في الدنيا، دي حقيقه. صح كده ولا انا غلطان؟ اكيد. ممكن حد يخالفني في الوضع ده؟ لا طبعا، اكيد لا. صح كده. فكوتش الغلابه النهارده انا بدات بنفسي. انا من 7 سنين عامل جيم، اشتراك يكاد يكون معدوم، وجيم مستواه عالي جدا، مش وحش. بتشجع الشباب يعني؟ طبعا. ما احنا النهارده بنخش فصول صيف، فصول شتاء، واحد النهارده ربنا كرمه، احنا مش هنقول ربنا ابتلاه، بسنه مفرطه هو واطفاله واولاده، فنفسي يودي النهارده طفلين ثلاثه. تمام. لمين؟ للجيم. ينفعش اعمل لنا انا 500 جنيه و400 جنيه لما ادفع 120 جنيه في الشهر؟ تمام، ده مش اشتراك خالص. لما ادفع 75 جنيه جيم، ده مش اشتراك. طب واحد عايز ياخد حصه بس يدفع 5 جنيه، ده ولا اي حاجه. 5 جنيه، فاهم قصدي ازاي؟ يعني كيس شيبسي، واخد بالك؟ فالنهارده احنا دايما بنقول طالما الشاب مننا او الطفل الصغير بدانا ان احنا نعالج الموضوع ده، اللي هي مثلا الرياضه بتاعتنا، من البدايه مش من النهايه زي ما بيعملوا دلوقتي. يقول لك مستشفيات ادمان وبرع مستشفيات الادمان عشان خاطر حصل له وحصل له وحصل له، عشان احنا عملنا ايه؟ عالجنا المشكله من الاخر. لكن احنا لو كل اب وكل ام ينصح الاولاد النهارده ويعتبر ان الحاجه ديت حاجه من متطلبات الحياه، واخد بالك ازاي؟ تمام. حاجه من متطلب حياه، حاجه اساسيه في الحياه، زي الجواز، زي المدرسه، زي التعليم. زي النهارده نفسي اطلع لبنتي دكتوره، برضه طلع ابني رياضي. لان سيدنا عمر اوصى، قال لك اوصوا ولدكم بايه؟ اسالني بالسباحه. طب ليه السباحه؟ طب السباحه هي كانت رياضه العرب، صح كده؟ علموا اولادكم السباحه، السباحه والرمايه. السباحه الاول اللي احنا ناخدها لينا احنا. تمام. ما قال لك السباحه ليه؟ عشان يعرف يركب الخيل، عشان يعرف يشيل البندقيه، يعرف يشيل. السباحه الاول يعني. ما هي السباحه هي الرياضه. كرياضه. فما كانش ينفع طبعا يشتق منها ايه هي نوع الرياضه اللي انا هاخده، صح كده؟ نعم. فاحنا طبعا مع العلم الحديث اللي احنا دخلنا له، تمام؟ في دنيتنا اللي احنا عايشينها، بدانا نقول ايه؟ ان السباحه هي كانت رياضه العرب. فاحنا دلوقتي في طبعا اللي بيمارس العاب كتير جدا، العاب قتاليه كتير، كيك بوكس، تايكوندو، كونغ فو، كمال اجسام. لان كلمه كمال الاجسام دي ناس كتير قوي 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 مش واخدين بالها ليه سموها كمال الاجسام. ليه؟ كلمه كمال الاجسام دي خدوها اصلا كلمه مشتقه من كلمه جمال الاجسام، فاهم قصدي؟ جمال، جمال الاجسام، الجسم جميل يعني. جميل طبعا، في كله في تناسق، تناسق من اول الترباس بتاعنا لغايه سمانه الرجل. فالاسم اتاخد كده يعني، اتاخد من كلمه جمال الاجسام. احنا اشتقناها من كلمه جمال الاجسام، خليناها كلمه كمال الاجسام، ان جسم كامل مكمل. طالما كده جسمك كامل مكمل، في دوره دمويه بتضخ دوره دمويه 100%، انت اصلا مش هتصيب المرض، انت مش تتعب. تمام. انا كشخص من الناس، انا الحمد لله رب العالمين، ربنا يديم عليا نعمه، ربنا ما بتعبش. طبعا عايزين نعرف يا كابتن علي، المسابقات اللي دخلتوها والشباب اللي معاك، وهل في ميداليات حصلتوا عليها؟ احنا حصلنا في شهر 1/4 في طلائع الجيش، شهر 1/4 يوم 1/4 اللي فات ده، واخدين 13 ميداليه في الكيك بوكس. تمام. لان انا عندي برضه في الجيم مش كمال اجسام وتخسيس ونحافه والكلام ده بس، لا انا كمان عندي كيك بوكس، صاله خاصه بالكيك بوكس. انا عندي اشتراك كيك بوكس ب 100 جنيه، انت فاهم قصدي ازاي؟ النهارده الام بتجيب طفل واثنين وثلاثه عشان يجوا فين؟ يجوا الكيك بوكس. كوتش الغلابه فعلا. بس فاحنا بنحاول. ابدا تستحق ابدا اللقب. من نفسك، تستحق ابدا اللقب. من نفسك. انا عندي الاشتراكات سهله، بقى لها 7 سنين هي نفس السعر، ما بعلهاش، بطور من الجيم وبزيد في الجيم، كل سنه في تجديد الحمد لله وتطور، بس في نفس الوقت هو الاشتراك واحد. دورك ايه في حل المشكلات الاجتماعيه الخاصه بالشباب ده؟ يعني هل كان ليك دور مثلا علشان خاطر حرك على قد الايد، يعني جيم على قد الايد زي ما بيقولوا، هل كان في دور لنقل شباب من مرحله خطيره مثلا ادمان كذا، حرك نقلتهم لان هو لقوا الموضوع عندهم سهل ان هم يمارسوا الرياضه، نقلتهم مثلا من تغيير في حياتهم الى حد ما غيروا نمط حياتهم؟ ده طبعا اكيد في كذا حاله، بس طبعا لا داعي لذكر الاسماء. في اخرهم كان حد يعني معانا، انا اخدته كده، حد صاحبي، كان صاحبي من زمان قوي، كان هو ضايع خالص، فهو حاليا الله اكبر جسمه جميل جدا جدا جدا. تمام. بس من نوع اللي هو ايه، بيستحي ان هو يقدر مثلا ان هو يحط صوته على الشاشه او ده الكلام ده. ده ولا ده حد تاني؟ لا ده كابتن شادي، ده شادي، ده بتاعنا. ده كان 176 كيلو. 176؟ نازل عندي في الجيم، بس هو طوله 192 سنتي. قبل وبعد؟ ده افتر بيفور. قبل وبعد. طبعا. تمام. طيب شادي كان 176، 178 جالي انا 176 كيلو. الحمد لله شادي ما خدش برشام. تمام. نزل كام؟ نزل، شوف هو 90، احسبها انت بقى.
90 من 176 وقت قد ايه؟ بس هو طوله 190، سالي النهارده عندي بقاله سنه ونص، نزل وزنه الطبيعي في 8 شهور او 9 شهور من غير ولا برشام ولا اي حاجه. اي حاجه، انا مش بقول عشان خاطر اقول بقى منتجات والكلام ده، شادي النهارده حب يمشيها واحده واحده بالبطيء شويه. هنقول اه في حاجات بتساعد على التخسيس، اه في حاجات كتير. ايوه بس هو عنده اراده وعزيمه، عنده اراده وعزيمه فوق الحاجه. 176 ل 90 دي حاجه يعني. طبعا طبعا. ده من الوجهات المحترمه شادي دوت، راجل محترم جدا وموظف، راجل مؤدب. تمام. هو دلوقتي بقى له سنه ونص ليه في الجيم بعد 8 شهور التخسيس اللي وصل لهم، لان الجسم كله بقى فيه ايه؟ ترهلات عاليه. ده بيخس ويشد. شادي النهارده الله اكبر، انا عندي صور دي بالحمام. لما هيخس هيبقى في ترهلات. بايسبس وترايسبس، الترايسبس عنده ترسم، دي كانت كلها حته لحم، فاهم قصدي؟ فكل الكلام ده حولت الترهلات ل اكيد اكيد اكيد، ده كله فضل ربنا مش بفضل حاجه. ولا انت عندكم بقى رجاله وستات بقى؟ طبعا بدور على الستات، ما عنديش ميكس يعني. كل واحد بيدور على مصلحته. بدور على الستات بقى. كل واحد بيدور على مصلحته. تيجي البنت النهارده تقول لك انا مثلا وزني طولي 60 فانا عايز ابقى 60. هي الكلام المتناسق لازم يكون مع ال لا معلش انا اسف، ساعات بختلف شويه مع الدكتور بتاع التغذيه او الدكتور اللي هو بيتكلم على الموضوع الرجيم ده. طول مع الوزن يعني؟ ما هو النهارده ممكن اخليها 60 كيلو وجسمها مش متناسق، هي جيناتها الوراثيه بايظه. تمام؟ مش مرتبط الطول في زيادات من تحت. تمام. الاجسام من تحت، من اول الفخود والفخدين لغايه تحت خالص، والجسم اللي فوق فقير، هل اسيبه فقير؟ لا طبعا، لازم ممرن بنج، لازم ممرن دراعات، يعني تزود في حته وتنقص في حته من خلال التمرين. هو دوت فكره كمال اجسام. ليه انا النهارده ما بتمرن بايسبس؟ نعم. دراع مثلا، بايسبس وترايسبس، كويس كده. ايه اللي بيحصل؟ بضخ اكبر كميه دم في المكان ده، فانا بعد التمرين مباشره ما يعديش عليا 35 دقيقه لازم اكون واكل، صح كده؟ اه. فلو اكلت النهارده الدم بيعمل ايه؟ بيمتص غذائه منين؟ من المعده، صح؟ أيوه. فبيوصل لفين؟ للمكان اللي هو مرنته. اللي هو ليه الشاب من هنا بيبقى عنده بنج عالي يعني. بالظبط كده. ليه بقى عنده كتف عالي، ترباس عالي؟ انا مرن تمرينه هنا مثلا ترباس، لعب ترباس وكتف، وروحت اتغذيت كويس، خدت البروتين بتاعي، فايه اللي حصل؟ المكان ده بيزيد. البروتين بكميه معينه يا كابتن؟ اه طبعا، على حسب كل جرام النهارده الجسم، لو 100 كيلو هحتاج 200 جرام بروتين في اليوم. يعني انا لما اعمل تمرينه معينه في جسمي خلاص جوعت، هروح اكل، هتدي بقى في المكان اللي انا اتمرنت فيه. بس الاكل اللي انا عايزه، الاكل البروتين اللي يطلع الياف عضليه. مش ان انا اديها بقى كربوهيدرات، بتبقى عامل لهم بقى يعني بروجرام اكل مثلا. طبعا، وبخليهم ان هم يتثقفوا برضه، يخشوا على النت ويعملوا سيرش. الولد او البنت لما يخش ويعمل سيرش بيبقى مرتاح. وفي حاجه ثانيه جميله قوي يعني، انا عندي دكاتره بتاعت نسا، مع احترامي ليك، بيبعتوا لي بعض السيدات اللي ما فيش خلف عشان التكيسات اللي على المبايض، مع احترامي ليك. اللي بيحصل حمل؟ اه بيحصل حمل. انا كان اخرهم بنت اسمها اميره شغاله معايا، كانت عندها حوالي بقى لها سنه ونص مفيش خلفه، مع احترامي ليك يعني. تمام. لما جت لي قلت لها اميره مش هينفع، انت فاهم قصدي، مش هينفع فعلا انك انت يبقى في خلفه، يعني تشتغلي معايا هيحصل خلفه. قالت يا كابتن مش هيحصل، انا مش عارف. ما راحت لدكتور بالظبط كده، قالت لي خلاص انا زهقت من البيت وعايز اشتغل. قلت لها خلاص اشتغلي. قسما بالله البنت ما عداش عليها حوالي 26 يوم كانت الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمها الطفل، يعني حصل حمل، انت فاهم قصدي. ومعاها دلوقتي الطفل الحمد لله رب العالمين. ماشيه على بروجرام رياضي معين؟ لا، هي كانت جايه عشان هتشتغل في الجيم، كويس كده، وانا مشيتها على برنامج رياضي، وبدانا ان احنا نعدها تبقى طبعا لعيبه فيتنس عشان خاطر تقدر تمرن. بعد كده بنعدها حوالي شهرين. تمام. وبعدين حصل الحمل من عند ربنا. بس دي ما كانتش واحده بس، في ناس ثانيه بس ما ينفعش نقول اسمائها. دي تفرح لما نقول حاجه زي كده، لان طبعا البنت النهارده في تكيسات مبايض، ما فيش خلفه، بتهدد البنت. في مشكله طبعا. يبقى انت كده بالنسبه، صح كده، خلاص بالزبط. الموضوع بس هقول لك، يبقى احنا كده ساعدنا على حل المشاكل. بالظبط بالظبط، مشاكل اسريه. كل حاجه في الرياضه النهارده، طالما احنا عندنا في رياضه وبنوجه الطفل ابننا احنا من صغرنا للرياضه، مش هيشرب سيجاره، تمام، مش هيفكر في اي حاجه تسيء البنيه الجسمانيه دي، صح كده. ان هو وصل لحد او شكل معين عايز يبقى هو محافظ عليه على طول. انا لو اهتميت بابني بالرياضه، واحد بيتغذى كويس يعني. احنا سامعين دلوقتي عن الكورونا والكلام ده، تمام كده. احنا عندنا الرياضيين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبقى في احتكاك جامد جدا 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 بالولاد. يعني انا كنت على فكره حصلت معايا تجربه كورونا ديت، قعدت معايا اربع ايام كنت زي الفل. سخونيه حصلت لي يومين بس، يعني دخلت في دور كورونا. التحليل طبعا ان انا عندي كورونا بس ما عملتش مسحه. المناعه كانت قويه شويه. طول ما مناعتك قويه يا استاذي، محافظ على نفسك، طول ما مناعتك قويه انت بتهاجم اي مرض في الكون. لا، وكفايه الناس اللي بتدعي لك برضه. ما هي دي بقى، دي يعني دي ربنا، دي عند ربنا كبيره، المتاجره مع ربنا سبحانه وتعالى، دي تبقى حاجه كويسه. احنا مش محتاجين حاجه من اي حد، كويس. يعني انا حد عندي في الجيم شيخ مدكور ربنا يكرمه، تمام، هو اللي قاعد يلح عليا في الموضوع ده. انا ما بحبش الشو، ما بحبش اطلع على كاميرا. لا ده مش شو، ده حضرتك بتفيد الناس. ما بحبش. ودي انا من صغري كده،
انا من صغري كده مع احترامي ليك ما بحبش ان انا اطلع واتكلم، ما بعملش قناه على اليوتيوب. لا بس حضرتك دي لفته لاولياء الامور ان هم يهتموا بابنائهم. والله هو لما الح الشيخ مذكور على حاجه زي كده مع احترامي ليك تمام، انا عملت ايه؟ لبيت له رغبه. احنا بنشكر الشيخ مذكور عامه. لا انت في الاول وفي الاخر شرفتنا، وانت واجهه مشرفه ان الجمهور كله يعرف ان في حد عنده مبدا مش هدفه بس الربح. وده يخليني اقول لك سؤال. اتفضلي. طبعا الظروف الاقتصاديه المحيطه بينا الى حد ما يعني في طريقها ان شاء الله انها تتصلح، لكن ظروف سيئه الى حد ما. هل ما بيجيلكش تفكير انك انت مثلا تشتغل بقى فيتنس تجاري بقى والدنيا يعني، وافتح بقى زي اللي حواليا من الصالات وتتربح من وتربح وافتح فروع، وهتلاقي الشباب في اقبال في الموضوع يعني. مثلا انا عندي جزء اللي هو يعني البسطاء، لا انا افتح وافتح جزء في اي بي بقى ونشتغل فتنس بقى تجاري وكده. هل انا لسه كنت بحكي مع الاولاد في الجيم الشباب، قلت لهم انا افتح لكم تاني الدور تحت بنفس مساحه الجيم تمام، وهعمله لكم وبنفس السعر. فاهم قصدي حضرتك؟ وبعدين احنا انت بتتكلمي على الظروف الاقتصاديه، الظروف الاقتصاديه دي معانا بقالها اكتر من 7 سنين ما اتغيرتش، واحنا من خلال ال7 سنين دول نفس هو المبدا، احنا ماشيين بمبدا حلو قوي، بيع كتير تمام تكسب اكتر. طب بالنسبه للبيع الكتير، هل نسبه الاقبال العاليه دي ما بتتقابلش معاك بمشاكل في السياسات الاحترازيه بالنسبه لكورونا؟ يعني انت الناس عليك اقبال علشان المبلغ بسيط، طب انت بتعمل ايه بقى في الاقبال والمحافظه والاجراءات الاحترازيه والدنيا دي عشان برضو نطمن الجمهور ان لا احنا محافظين على الدنيا رغم الاقبال الكبير؟ بص حضرتك احنا التنسيق ده هو اهم حاجه في الموضوع، يعني اهم حاجه التنسيق. يعني احنا عندنا الاطفال الصغيرين دول دايما كيك بوكسنج صاله خالص خاصه لوحدهم، فيها 3 فترات من 4 ل 6 ومن 6 ل 8 ومن 8 ل 10 تمام كده. طبعا لما تبقى عندك مساحه حوالي 200 متر فري فاضيه كلها بصوات فاضي ومهويه كويس جدا تمام، والتهويه بتاعتها كويسه وفيها حوالي مثلا كل فتره فيها مثلا من 28 ل 29 ده كويس جدا، لان كل طفل بيحتاج حوالي 2 متر 2 متر ونص يتنشط فيهم كويس قوي تمام. يعني في مراعاه جيده للظروف. طبعا بنحاول ان احنا نعمل الموضوع ده على قد ما نقدر، اجراءات احترازيه بالظبط. بس انا عايز اقول لك حاجه عشان اطمن الناس، طول ما ابنك رياضي وصحته كويسه والله العظيم ما يسيبه مرض، واتحدى اي دكتور خلقه ربنا. ايوه بس الحافظ جمهوريه كابتن ان هو يقول كلام غير كده. ايوه بس الحافظ برضه ما فهمتش المناعه القويه بتيجي ازاي، مش من تغذيه كابتن علي. امتعتنا بالحديث ولكن الوقت بيسرقنا، وإن شاء الله على وعد من حضرتك بلقاء آخر والمنشطات وآثارها السلبية على الشباب بإذن الله. إن شاء الله شرفتنا بإذن الله. أعزائي المشاهدين هنروح لفاصل، بس قبل ما نروح لفاصل عايزة أقول لكم إن إحنا هنا في البرنامج ممكن متاح ليك إنك أنت لو عندك موهبة رياضية غنائية، موهبة رسم، موهبة حتى أي موهبة عاوزنا نشاركك فيها، ابعت لنا فيديو على صفحة القاهرة والماس مع ميمة الفايق وناجي الخطيب. زي دلوقتي ما بعتت لنا سيلينا ولارين فيديو ليهم هم بيلعبوا مع باربي، هم اصحاب باربي. طبعا ده لعب ونشاط واحنا بنشجع الاطفال على كده. يلا نشوف هم عملوا ايه سيلينا ولارين ونرجع معاكم. Give a dog a bone.
give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played seven. He played knick-knack up in heaven with a knick-knack, tiny-whack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played eight. He played knick-knack on my gate with a knick-knack, tiny-whack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack, tiny-whack. Give a dog a bone, this old man came rolling home.